عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام وفي مجمل حياتنا اليومية تنتشر الأخبار الزائفة وتكثر المعلومات الخاطئة. ومع اقتراب يوم الانتخابات الأمريكية يرتفع منسوب التضليل بشكل يمكن أن يؤثر على الآراء ويثير في بعض الحالات الشكوك حول نزاهة العملية نفسها. من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطع الفيديو المحرفة للحملات الانتخابية يغمر شبكة الإنترنت كل أشكال التضليل بما يؤثر على الناخبين ويجعلهم غير قادرين على التمييز بين الحقيقة والكذب. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في نشر المعلومات المضللة في بلدنا، خاصة الآن مع توافر الوصول إلى المعلومات، فهي في متناول اليد سواء من خلال الهاتف أو الإعلانات التلفزيونية. لقد رأيت إعلانات مستهدفة تبدو وكأنها من مرشح أو حزب معين، لكنها في الواقع من طرف آخر يهدف إلى تضليل الناخب. أحياناً يكون من الصعب معرفة ما هو حقيقي. مع اقتراب ساعة الحسم يحاول الأمريكيون التنقل بين بحر من المعلومات آملين في اتخاذ قرارات تعكس الحقيقة، لكن التضليل يلقي بظلاله على هذه العملية الديمقراطية. تحدثت مع بعض الناس ولا يبدو أن لديهم معرفة بمصادر معلوماتهم. غالباً لا يتحققون من موثوقية المصادر التي يحصلون منها على المعلومات، وهذا يجعلهم عرضة للمعلومات المضللة. أعتقد أنه من المهم أن يبذل الجميع جهداً ليكونوا ناخبين واعين ومطلعين، كما أن من مسؤولية الإعلام التأكد من عدم انتشار الأكاذيب والمعلومات المضللة بالطريقة التي تعرض بها. المعلومات المضللة تجعل الناس غير قادرين على فهم القضايا. لديهم ميول معينة يحاولون تقديمها، لكنها ليست حقائق، ولذلك يجب علينا نشر معلومات دقيقة يمكن للناس الاعتماد عليها. مع بقاء ساعات قليلة تفصل عن موعد الانتخابات الأمريكية، لا تزال التكهنات غير واضحة مع تقارب وجهات النظر، لكن الواضح هو حجم التضليل الذي قد يكون طرفاً يغير في نتائج العملية الانتخابية ويرفع مرشحاً أو ينزل آخر من على سدة الحكم.